إنقاذه أو معرفة مصيره طبعاً. وأيضاً نفس الجوابات لوزير الخارجية والوردة في طنطاوي بس ما جبتوش معايا برضه. أي فن المشير طنطاوي حضرتك هي حضرتك عبد الخالق كنا عاش في ثورة 25 يناير وكان تم ضربه برضك من بلطجية المصري وتخبط في ايديه فكان في شباب 25 يناير كان من ضمن المسعفين في ميدان التحرير. أيوه. سبب ان هو كان يعني متعور فهو عاش هذه الفترة خلال 15 يوم او 18 يوم في ميدان التحرير فحب هذه العملية فبعد ما تمت وقفة يوم الثلاث تقريبا يوم 20 او 21 او 22 كان يوم ثلاث انا فاكرها تم وقفة قدام السفارة الليبية فهو قال لي بابا انا رايح السفارة الليبية ان في اقف مع وقفة قدام السفارة الليبية بناشد بالتحرك. بعدها توجه لمسجد ربع العدوية على القافلة وسافر تقريبا يوم 24 او 23 ويوم 25 يناير تم اتصال بيا يوم كان يوم جمعة انا فاكر. ايوه. وقال لي بابا انا داخل دلوقتي على راس قافلة بنغازي عشان اساعد اخواننا او الشباب 25 فبراير 25 فبراير أيوة. اساعد في قافله طبيه. بعد كده حضرتك تم اتصال بيني وبينه في خلال الفتره ديت في خلال الفتره دي تم الاتصال بيننا من 25 فبراير لغايه 2 فبراير 2 مارس على اتصال بيننا عادي يوميا بالليل بسبب سوء الاتصالات. بعد كده حضرتك كان اخر اتصال بيا يوم 3 مارس انقطعت الاتصالات قعدت تم كان بيقول لك هو بيعمل ايه في ليبيا موجود فين كان دايما يقول لي بابا انا الوقت حاليا في المستشفى الجلاء احيانا بعد كده يقول لي ده انا بقيت في دخلت مستشفى الميداني اللي هي بجوار المحكمه. طب يا حبيبي بيقول لي انا بنزل المناطق اللي هي بتتطهر او بتتم فيها بينزل مع قافله اسعاف ميداني بيقعد يوم هناك ويرجع تاني المبيت بتاعه في الفندق اللي بجوار المحكمه. بعد كده انقطع الاتصال بينه وبينه وفوجئتم بالتسجيل ده. التسجيل ده انا سافرت طبعا ابحث عنه في ليبيا يوم 12 او 11 فوجئت ان طبعا يوم 13 ظهر البيان دوت. والدته اول ما شافت هذا البيان انهارت ان انا فعلا حسبي الله ونعم الوكيل على القى هذا البيان ان من تحت ضغوط طفل او ولد شاب 18 سنه او 19 سنه وكمان كاتبين جندي الجندية هنا في مصر ما بيتمش الا بعد 21 سنة يعني 18 سنة ما فيش جندي ابدا لا وملبسينه يعني وملبسينه يعني كيف الكلام ده يعني حسبي الله ونعم الوكيل 18 سنة ويقول ان هو قافلة حتى الخطأ صحيح. الاعلامي عندهم مصطلحات غلط يعني هي قافلة مساعدات معروف كلمة قافلة يعني قافلة مفهوم. مساعدات انسانية لكن يكون يقولها بقى يعني ينقلب الى قافلة مسلحة فيعني مش عارف دكتور ازاي الجمعيه يعني بتتعامل ازاي مع عبد الخالق كنتوا بتنظموا ازاي الرحلات كنتوا على اتصال بيهم خلال وجودهم جوه او بعد الحدود المصريه لما يدخلوا ليبيا هو حركة احنا بدأنا الموضوع بتاع فكرة التبرعات والتطوع لليبيا أول ما سمعنا أن المستشفيات ينقصها احتياجات طبية ولما بدأنا أعلنا على الانترنت بدأ يتصل بينا أطباء وناس كتير عايزين يتطوعوا فطبعا هناك الامور ما كانتش مستقره احنا كانت القافله بتاعتنا كانت اول قافله مصريه تعبر الحدود ما كانش فيه حتى كانت كل الجهات الاغاثيه الثانيه منتظره تشوف احنا هنعبر ازاي وهنرتب لان كان وقتها مش معروف الجيش هيسمح ولا لا أيوة. وحتى حضرتك في التوقيت ده كان الجيش طلع بيانين بخصوص ان هو نزولا عند رغبه الشباب في مساعده ليبيا فان هو مفيش مانع وان يمكن يكون في موانع لعدم استقرار الامور هناك. دخل اول قافله دي حركة كانت يوم 20 او 21 وكان عبد الخالق التحق بالثانيه. كان مسافر مع عدد كبير حوالي 25 واحد اطباء وصيادله ومسعفين ليهم خبره او خدوا تدريب على كانوا كلهم كانوا مجموعه المسافرين 25 كانوا 25 واحد. حضرتك احنا لسه في جزء منهم ما زال هناك واحنا على اتصال بيهم طبعا الاتصالات مقطوعه دلوقتي بيننا وبين ليبيا بس هم عن طريق الساتلايت بيقدروا يدخلوا على النت وفي موجودين